ولمزيد من النقاش حول معوقات الاستثمار في العراق في ظل الفساد والانفلات الأمني، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بك دكتور. بحسب وكالة موديز، العراق يصنف ضمن الدول الضعيفة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها لصندوق النقد الدولي. الغريب أن هذا البلد الذي يسبح على بحيرة من النفط يتأخر في الوفاء بالتزاماته المالية، لماذا برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة العراق في ظل القيادة السياسية الحالية، وحقيقة منذ الاحتلال في 2003 ولحد الآن، هذه الحقبة الزمنية أفرزت رجال ليسوا رجال دولة، وإنما مجموعة من الذيول والعملاء الذين لا يعنيهم العراقي وشعبه، وإنما همهم الوحيد إرضاء من جاء بهم للجلوس على قيادة العراق وتحقيق مآربهم الاقتصادية والاجتماعية ونهب ثروات البلد وإبقاء العراق ضعيف في قدراته بالوفاء بالتزاماته الدولية والإقليمية والمحلية. وهذا الضعف ناجم كما نلاحظ وكما يردده العديد من المسؤولون في العراق، نعم، بأن الفساد نخر في أحشاء البلد من أعلاه إلى أخمص قدمي. نعم، إذن هو الفساد. طيب، كثيرا ما قدمت الحكومات المتعاقبة خطط لتنمية الاستثمار وجذب المستثمرين للعراق، ومؤخرا كانت هناك قمة ثلاثية كما تعرف عربية من أجل هذا الموضوع أيضا، ولكن النتيجة دائما تدور حول الصفر المربع. لماذا هناك دائما عوامل طاردة للاستثمار في العراق ولا ينجح عمليا في جلب مزيد من الاستثمارات؟ في ظل هذا الوضع الذي يعيشه العراق، لا نجد أن الحكومات قد بادرت بمشاريع استثمارية وتهيئة قاعدة تنموية واضحة في ظل جميع الحكومات التي جاء بها الاحتلال على حكم العراق. ولذلك نجد أن كل ما يقال عن الاستثمار هو مجرد درء الرماد في العيون، نعم، وليس له في واقع الأمر أي دور في النهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق آمال وأهداف شعبه الذي يعيش المعاناة منذ تأريخ الاحتلال ولحد هذا اليوم. نعم، إذ لن تكون هناك خطط استثمارية وتنموية، ولم تكن هناك لدى القيادات السياسية الحاكمة أي حوافز من شأنها أن تعطي دورا كبيرا للاستثمار الأجنبي والمحلي في تطوير البنية العراقية وتسخير الطاقات المتاحة في البلد، سيما وأن العراق من البلدان الغنية ويسبح على بحيرة كبيرة من النفط والغاز، وهناك الوفرة الكثيرة في الإمكانات على الصعيد الاقتصادي. نعم، صناعيا. وعلى الرغم من وزراعيا. ذلك دكتور، نلاحظ أن الحكومة لم تقدم حلولا ناجزة للقضاء على العوامل الطاردة للمستثمر والاستثمار. ولاحظ أننا نتحدث عن كيف يمكنها أن يعني تضع حلولا للعوامل الطاردة وليس تضع خطط للاستثمار مع الأسف الشديد. بالحقيقة هم لا يكترثون بما يعيشه الشعب العراقي من آلام جسيمة وكوارث
أدت إلى ما تلاحظه من حركة تشرين الشبابية التي تنادي بإعادة وطن. حقيقة لا يفكرون وليس لهم الإرادة التي تتطلب أن يكونوا بمستوى المسؤولية لبناء دولة وإعادة العراق إلى حضيرته السابقة ودوره الملحوظ في المنطقة، سيما وأن موقعه الاستراتيجي والسياسي يشكل أبعاد تطويرية وتنموية. لذلك لم تكن هناك خطط استثمارية تحفز المستثمر الأجنبي والمحلي للعمل في العراق. على الأقل دكتور فلتكن هناك يعني عوامل، دعني أقاطعك في هذا الموضوع، لأنه كما نعرف أن رأس المال جبان، وبالتالي في ظل الانفلات الأمني والهجمات المستمرة للميليشيات وعدم توفر أجواء وبيئة آمنة، وجدنا أن هناك شركات دولية كبرى في البترول مثلا تفكر بالخروج من العراق يعني، وليس بمجيء شركات أخرى. كيف يمكن أن توفر الحكومة، أو هل تستطيع أن توفر أجواء وبيئة آمنة للاستثمار؟ لا تستطيع الحكومة في ظل وجود ميليشيات هي تنازع الحكومة على سلطانها. الآن الحكومة ضعيفة أمام الميليشيات التي تعمل بأجندات واضحة المعالم وتقوم بإرساء قواعد تلك الدول التي هيأت لها سبل الانقضاض على الشعب العراقي وعلى ثرواته وعلى تدمير شعبه وإهلاك كل قواه المنتجة. هم كما تلاحظ يحرقون المزارع ويقتلون الأسماك ويوصدون أبواب المشاريع الصناعية، ولا يحققون أي رغبة معينة في أن يسعون لتحقيق المكانة الملائمة للعراق في هذا المحترك الدولي. لماذا؟ لأنهم ليسوا رجال دولة، وإنما مجموعة من شذاذ الآفاق الذين عاشوا في أحضان مختلف المخابرات الأجنبية وجاءت بهم تحت ظل رعايتها، وهم لا يخرجون عن هذا المنوال في تصرفاتهم وفي إدارة الدولة، ولذلك فشلوا فشلا ذريعا، وعليهم أن ينسحبوا وأن يجعلوا من العراقيين هم الذين يقودون أنفسهم. وهذا دكتور وهذا دكتور بلا شك ينسحب على ما جرى مؤخرا. هناك قمة ثلاثية كانت بين بغداد والقاهرة وعمان، وكان هناك مشروع اقتصادي يفكر فيه رئيس الحكومة العراقية. هل تتوقع أن يستطيع الفكاك من كل هذه البيئة غير الآمنة ويستثمر في هذا المجال؟ أخي ضع في حساباتك، طالما أن الفساد مستشري في كل ثنايا العراق من الرأس إلى أخمص القدم، لا يمكن لأي خطط استثمارية أن تنجح، ولا يمكن أن تكون هناك عوائد يمكن أن ترفد هذا الشعب العراقي المسكين الذي عاش تحت ويلات هؤلاء المجرمين من القتلة وشذاذ الآفاق، والذين لا يشكلون إلا عملاء لدول أجنبية. وهذا هو الغريب، أن حالة العراق حالة غريبة في ظل المجتمع الإنساني الحالي. لم نجد في أي بلد بالعالم أن هناك عميل ضد بلده إلا في العراق، لأن بدأت عوامل الاندفاع لضرب مصالح العراق لإرضاء دول أجنبية بعينها وتسير بمقتضى أجنداتها، والفساد عم كل
المجتمع العراقي. شكرا دكتور. إلا الشعب الذي يعيش في ظل. أشكرك جزيلا دكتور خضير كاظم حمود، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.